مشروع كان يا مكان هو مشروع بيهدف الى دعم مشاركه الشباب في السياسات العامه. بس عشان يقدر الشباب يشارك في السياسات العامه محتاج في البدايه ان احنا ناهله ان هو يقدر يكون مؤهل على القيام بالدور ده. فالمشروع بتاعنا كان بيتنفذ على 3 مراحل. اول مرحله هي مرحله بناء قدرات الشباب في اساسيات تحليل السياسات العامه وازاي يكتب موجز سياسات. خلال التدريب ده احنا دربنا الشباب يعني ايه سياسات عامه، ادوات تحليل المشكلات الاجتماعيه، ازاي يحددوا الاطراف المعنيه بكل قضيه، وبعد كده يبتدوا يقترحوا حلول وبدائل لحلول المشكله دي، للحلول المشكلات اللي هم بيستهدفوها، ويبتدوا يحطوا معايير يقيموا بيها الافكار بتاعتهم، وفي الاخر يشوفوا انسب بديل ملائم للموضوع ده. بانتهاء مرحلة التدريب الشباب بتقسموا ل5 مجموعات، كل مجموعة اختارت موضوع ذو أهمية بالنسبة لهم. فمثلا في مجموعة اشتغلت على العشوائيات، في مجموعة اشتغلت على المخلفات الصلبة، الطاقة الشمسية، التعليم، بنوك الدم. بنهاية المرحلة دي كان في المرحلة التانية ان احنا نروج بقى للأفكار الشباب طرحها في أوراق السياسات اللي عملوها، وبحيث ان احنا نجيب دعم مجتمعي للأفكار دي، وان احنا نخليهم يدعموا الأفكار ويبتدوا يروجوا لها. فعملنا مرحلة ترويجية ان احنا مسكنا كل ورقة وعملنا لها فيديو كرتون بيشرح الأفكار والحلول اللي طرحت في الورقة، بحيث ان احنا نستخدم الفيديوهات دي للترويج للأفكار عن طريق استخدام السوشيال ميديا، وبرضو بعتناها للإعلام بحيث ان ننشرها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بيه. بنهاية المشروع المرحلة الثالثة والأخيرة ان احنا بنعرض أفكار الشباب في سيمينار لمدة 2 يوم عن مشاركة شباب في السياسات العامة. خلال السيمينار ده احنا بنطرح الفكرة، وبيبقى في مساحة للشباب لكل مجموعة انها تعرض الورقة بتاعتها، وبندعي متخصصين في نفس ذات الموضوع بحيث انهم يعلقوا على الأفكار اللي اتطرحت، الى اي مدى الأفكار دي قابلة للتطبيق.